ماسك كل الفرق نتع ورزع يشيل وحط وهب وفين يوجعك. بيفكرني كده براجل عافي جابوه مسكوه كوريك وقفوه على نقل الزلط وجابوا له فرق الدوري وكل فرقه شايله قربان على انفه، والانف ده اللي هو القفا مع ايه؟ مع العين مع ايه؟ مع الكتف، ودي اللي بتشال على القربانه. يخش الاتحاد الاهلي يتمقع بالكوريك هوب يملى له قربانته ويخلع. يجي الاسماعيلي بقربانته الاهلي يملاها له ويخلع. يجي الاتحاد بقربانته يخلع. يجي الزمالك، لا الزمالك كده كده ما بيجيش، بس برضه ياخد في قربانته ويخلع. المهم ما تروحش بعيد، انت هتلف وتقف في الصف تاني. ما هو معلش في دور اول وفي دور تاني. وكده كده قروانتك هتتملي. ما كانتش في الدور الاول في الدور التاني. وانت وحظك. طبعا الاهلي طول ما الدوري شغال مش هيسيب الكوره من ايده. والزلط ما بيخلص. يعني حتى لو خلصنا الدوري هيتراحل لك الزلط بتاع السنه دي للسنه الجايه وهتشيله برضه في القروانه بتاعتك. فعشان كل الفرق تبقى جايه السنه الجايه بعربانتها. عشان تبقى عامل حسابك. نيجي بقى للمرمى بتاع ايه؟ المرمى بتاع بيراميدز. بيراميدز الاهلي قال لك صلى على النبي، انا بيراميدز ده يلزمني كام اولى، انا عاوز الماتش رايح جاي. يا ريس صلى على النبي، قال لك واحد الا في قلبك، دي مرمى وانا اللي خلصها. انا هاخدها نظام جبس ومحاره. وراح واخد بيراميدز عامل له فرن في السقف. سلفته. خلى وش بيراميدز بقى عامل زي الانتر لوك. ما بقاش نادي بيراميدز للالعاب الرياضيه. بقى مصنع بيراميدز للبارات المزاج. احنا طبعا ربنا مجانا وانسحبنا. احنا كان زماننا دلوقتي الاهلي بيشيلنا الرش بتاع الردم في معاطف. السؤال هنا بقى اللي بيطرح سيريس. انا عايز اعرف احنا كزملكاويه علاقتنا ايه اللي بيحصل ما بين الاهلي وبيراميدز؟ ضرب الجزاء مش ضرب الجزاء، تحكيم، احنا مالنا؟ يعني احنا مش طرف في اي حاجه اصلا. ده صراع القمه. احنا بنتكلم ليه؟ احنا بنتكلم باي وش اصلا؟ احنا ناس في مزيله الدوري، المفروض كل اهتماماتنا دلوقتي تقول مين اللي هيهبط؟ لان ممكن السنه الجايه نلاقي نفسنا بنلعب في مجموعه سيرس الايام. فانا عايز اعرف احنا اصلا يعني طلعنا من حاره البجاحه ركبنا خط النطاع السريع. يعني انسحاب وبننسحب. بطوله الدوري ما بناخدهاش. مركز عيد في الدوري مع